حنا دابا كجمعيه ديال الرباط حيت قلنا عباد الله الله من هذا منكر هذا الشيء راه ما يمكنش. اذا هذا السيد هذا هو رئيس المجلس الجهوي للسياحه بمراكش وفي نفس الوقت رئيس السيتي. هذا السيد هذا اللي عطاه الوصل ديال لاسيتي واش ما قراش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكركم على الحضور ديالكم. انا اسمي ايمان المراني، رئيس الجمعيه الجهويه لوكاله الاسفار الرباط على الكونيطيره. طبعا الموضوع اللي كان للحوار هو وكاله الاسفار بعد جائحه كورونا، بعد معاناه اقفال سنتين واللي ضرات كثير بقطاع وكاله الاسفار. هذه وكاله الاسفار اللي ما تلقات حتى شي دعم مع الاسف في ظل جائحه كورونا الا 2000 درهم اللي كانت للشغيله فقط، يعني لم نعفى من الضرائب، لم كمقاولات لم نتلقى اي دعم. غادي يقولوا لي تعطى الاعفاء من الفوائد البنكيه، غنقول لهم شحال ديال وكالات الاسفار اللي كانت واخده القروض، وهل البنوك اصلا اعطت القروض لوكالات الاسفار؟ لان كنت تعتبرنا اننا قطاع هش. لا، الوكالات الاسفار راه هي عندها واحد التاريخ، يعني عندها تاريخ في لترويج السياحه في المغرب ودعم السياحه في المغرب. هاد لي زاجونس دو فواياج ولا وكالات الاسفار اللي حد الان راه هي تتوفر كثير من مناصب الشغل، تتساهم في اقتصاد المغرب، تتجلب العمله الصعبه، تتحضر في المعارض والفعاليات خارج ارض الوطن للتعريف بالمغرب. هما سفراء المغرب في الفعاليات السياحيه والمعارض. وحيت تمشي وكالات الاسفار هي ما تتروجش لواحد الجهه وحده، تتروج المغرب كله، هو حتى الناس اللي ولا المناطق النائيه، عكس تيمشيو فاعلين وحدين اخرين اللي هما تيروجوا المنتجات ديالهم. اما وكيل الاسفار حتى يمشي هو تيروج المغرب كله، تيروج حتى لهذوك الناس اللي في الجبل وعندهم واحد المأوى، حتى هذوك راهو تيروج لهم. ولا هذاك مول الحانوت اللي كاين في واحد المنطقه نائيه اللي تيوصلوا ليه السواح، وحتى هو تيشريو من عنده حتى قرعه الماء على الاقل. يعني وكيل الاسفار راه هو يمكن ما دارش واحد الاستثمار كبير مادي، ولكن راه هو استثمار معنوي اللي هو اكثر من المادي. حيت تلقى وكيل الاسفار انه تيمشي من بلاد لبلاد، من فعاليه لفعاليه، من معرض لمعرض، ان اذا عنده دور فعال في ترويج السياحه في المغرب، وهذا في حد ذاته امر مهم جدا. يعني كيبقى على كل قطاع عنده ممثلين ديالكم. بالنسبه لوكاله الاسفار كيف ممكن تكلموا على الممثلين ديالكم؟ هذا بيت القصيد، انه حيت غنهضروا على التمثيليه وكاله الاسفار، حنا غادي نهضروا ان القانون المنظم لوكاله الاسفار يحط على تمثيليات مهنيه ضروريه، يعني انه اي وكيل اسفار خصو يكون عضو في الجمعيه الجهويه ديال الجهه ديالو، وهاد الجمعيات منضويه تحت فيدراليه وطنيه لجمعيات الجهويه لوكاله الاسفار. طبعا الفيدراليه مكونه من جميع الجهات المغربيه اللي هي تتمثل وكاله الاسفار. فيدراليه مع الاسف غير قانونيه، حيت نلقاو فيدراليه ما تموش فيها انتخابات قانونيه من ديسمبر 2015، تم تعيين وبقات حتى 2018، حتى ديسمبر 2018. ومن ديسمبر 2018 وهاد الفيدراليه تتخبطوا في لا مشروعيه، ما عندها حتى شي مشروعيه. جينا درنا واحد الجمع العام فين مشى الرئيس السابق اللي هو يعني اثر هذاك التصرف ديالو لا مسؤول، حنا رجعنا في هذه المشاكل. مشى من غير ما ينظم انتخابات، انه مشى حط الوراق ديالو ومشى بحالو، لا تقرير مادي لا تقرير ادبي
لا حتى شي حاجه. يعني هاد السيد هذا جا مع واحد المكتب يعني صغير اللي كان فيه كاتب عام وكان فيه امين مال عام ورئيس. يعني جاوا هذوك الناس ثلاثه د الناس جاوا باش يديروا فتره انتقاليه التي لا تتعدى 1 ديسمبر. وبقى هذا الحال ليومنا هذا. هنا احنا تقصينا كجمعيه الرباط تعرضت لكثير من الضغوطات شخصي كرئيسه الجمعيه، خروقات مالها اول من اخر. غادي نبداو بهذا الخرق الاولاني، غادي نبداو داروا اجتماعات وتعطاو اوراق ما عندها حتى علاقه بارض الواقع، وهذا الشيء كله راه هو في ملفات ممكن تطلعوا عليها. وكل نهار في هذاك في نفس التاريخ عيينه وفي نفس التاريخ متخيبه. اذا شنو جبت لنا الفيدراليه؟ شنو هو دفاع الفيدراليه؟ خديني شي حاجه ملموسه. حنا ما تهضروش ما تهضروش غير في الهضره الخاويه، لا انا بغيت الملموس. ياك حنا دايرين دابا لقاء صحفي ولهم حق الرد. يعني هو اصلا ما كاينش ترخيص، هو اصلا ما كاينش ترخيص كرئيس فيدرالي، لا ساو ترخيص. تم انتخاب هذا السيد هذا نهار 10 يونيو 2022 كولايه ثانيه في الجمعيه الجويه لمدينه فاس. بالله عليكم هذا السيد يقول لك انا رئيس فيدراليه، اها، وكيف تم انتخابك لولايه ثانيه في جهه فاس مكناس؟ وان القانون في الفصل 17 القانون الاساسي للفيدراليه ينص في الفصل 17 ان الرئيس لا يحق له ان يترأس عده جمعيات في وقت واحد. ما يمكنش، خاصو نهار يرجع رئيس فيدراليه يحط السوارت. راه مصالح ديال 1400 ولا 1500 اجونس دو فواياج ولا اكثر، راه مصالح الناس اللي خدامين حتى لاين. علاش الكونفدراليه مغطيه عينيها ومغمضاهم على هذا السيد هذا؟ واش بالله عليكم في واحد ليكرون كبير تتقول لهم لا عندي الوصل ديال السيد الرئيس السابق، ولكن هذا هو الرئيس، ويسلفوا لا كارت ناسيونال مثلا. هادو تيتسالفوا لي غوسو ولا لي ريسيبيسي ديال السلطات المختصه. ها هما رجعنا في المشاكل. ها الناس راهما الناس راه كاين اللي مشى الحبس، كاين اللي مرض، كاين اللي باع حوايجو، كاين اللي تسلف. فينا هي الفيدراليه؟ كاين اللي هرب. اذا فينا هي الفيدراليه والدور ديالها؟ علاش ما ضرباش الطبله؟ مشات الخطوط المغربيه ومشات جلسات وقالت لهم لا حلوا لي هذه المشاكل. انت هي الشركه الوطنيه والناس كما تنقولوا واحد المثله مغربيه، حيت يطيح شي واحد تيهزوه مالي، ما تيهزوش شي واحد اخر. انا ما غنمشيش نطق على الخطوط الاجنبيه، غنطق على الخطوط المغربيه. فين هي قوه الفيدراليه اللي ما مشاتش حلات هذا المشكل وخلاته تيتفاقم؟ حتى رجعوا تذاكر الطيران وصلوا في السوق 16 و 17 و 18 الف درهم. مشينا للمحكمه لان باش نقولوا لان اتخذت في شخصي كشخص انا اتخذت في قرارات انه منئت انني اشارك في الاجتماعات وما نبقاش نحضر لان الله اعلم اش درت. المهم شنو درت؟ الله اعلم. مشينا بقات هذه القضيه تتداول واحد السنه وواحد الشهور حتى 10 ماي 2022. اذا به افاجئ برفض القاضي للدعوه. ولحد الان حنا مازال ما توصلناش بالنسخه ديال الحكم اللي هو تحكم في 10 ماي 2022. اليوم حنا 21 ولا 22 جوان، هذه الشهر و12 يوم مازال تنتسناو باش نعرفوا التعليل. علاش كاينه لا فيدراليه لا كونفدراليه؟ واش الكونفدراليه هضرنا معاها وصيفطنا لها؟ واش مشات هضرات علينا جابت لنا شي حاجه؟ الا هضرات علينا على الاقل الناس يمشيو للاجتماعات، بعد الاجتماعات الناس يجيو تيقولوا درنا. ها شنو درنا؟ تيعطي واحد التقرير ديال الاجتماعات. حنا راه ما تيوصلنا والو، لا تقرير اجتماع مع الوزيره، لا تقرير اجتماع مع اي مكان. هاد الناس هادي واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا كذا مشاو هاد الناس هادو. قال لك اسيدي مشاو لترويج السياحه مع المكتب الوطني للسياحه، مشاو لباريس، مشاو نيويورك، مشاو ما عرفت فين. دابا عاوتاني نفس الاشخاص نفسهم هما عاود مشاو لليسبون، مشاو للبرازيل. واش هاد الناس بوحدهم هما اللي كاينين؟ حنا ما عندناش لي جون، ما عندناش النساء، ما عندناش
انا تنتسائل وتنسول السيد رئيس الكونفدراليه يوم تم انتخابه في مراكش جويلي اللي فات تقريبا، هذا يكون عام بابا، كان معاه واحد السيد وكيل اصفار هو اللي كان لو بينوم ديالو، هو اللي كان معاه فينا هو هاد السيد، حنا اللي ما بقيناش شفناه نهائيا. علاش هاد السيد سيدي ان جون الي مانيفيك، واحد الولد زوين وقاري ومؤدب، علاش ما تنشوفوهش فهاد المحافل ديالكم؟ علاش ما تيمشيش معاكم فهاد السفريات؟ علاش ما تيحضرش معاكم في الاجتماعات؟ هو وكيل اصفار ومنتخب وتيحمر الوجه، واخا ديو معاكم دعموه كاطار جديد في العمل الجمعوي، ماشي تهمشوه ما بقيناش نشوفوه. بالله عليكم الا لقيتو شي تصويره حاضر فيها هاد السيد، ها انا ما كاينش، كانت واحد الفعاليه نهار الجمعه، فينا هو هاد السيد هذا؟ ما شفناهش. الاجتماعات ديال المجلس الاداري ما شفتوش، انا ما شفتوش، انا ما عرفتوش، لقيتو جالس ايها الناس، ماشي الناس جالس، هو نائب الرئيس المفروض يكون جالس حداه، هو يدو اليمنى ولا جبتيه غير باش دوز به انتخابات؟ فينا هو؟ علاش هاد السيد ما عنده راي، ما عنده كلمه، ما عنده حتى حاجه؟ انا ماشي ندافع عليه، ولكن هذا واقع، ولا حيت هو وكيل اصفر غادي نمشوه. مع الاسف ما عندناش تمثيليه في البرلمان، واحد البرلماني هو وكيل اصفر برلماني مشكور، راه هو تطرق لهاد المواضيع، راه تطرق مع السيده الوزيره وقال لها ما عندناش فيدراليه وحنا ما عندناش اللي تيمثلنا، وهذاك السيد ماشي رئيس. شنو دارت السيده الوزيره؟ والو، بقات تستقبلو اللي بغا بغا واللي كره كره وشغلهم هذاك. انا تنوجه عده خطابات، تنوجه خطاب السيد وزير الداخليه، تنقول له الله يخليك هذا اللبس هذا، لان حنا تنعرفوا الجمعيات ولا القانون المنظم للجمعيات هو من اختصاص وزاره الداخليه. حنا درنا واحد الكتاب وتنتسناو انه وتنتمنى انه السيد الوزير يعطي واحد الاهتمام، راه ماشي على ود شي واحد، على ود قطاع، على ود الدو، الى هاد الناس هادو عطاو راسهم الحق انهم يخرقوا القانون. انا معروف على السيد وزير الداخليه انه واحد الانسان نزيه وانسان له حنكه في معالجه الامور، يعني هذا الملف هذا راه هو مشى بجميع المكونات ديالو. انا تنقول هذاك اللي عطى واحد الوصل نهائي السيد رئيس الكونفدراليه، واش هو ما قراش هذاك القانون المنظم للكونفدراليه؟ على ان هذا السيد هو راه هو اللي حد الان هو رئيس المكتب الجهوي للسياحه بمراكش، ولا يحق له الجمع بين مهمتين، ولا هذاك الرئيس الفيدرالي لا هو اللي خارج في المنابر الاعلاميه وخارج وتيمشي وتيخرج انه رئيس فيدراليه، كيف يتم اعاده انتخابه في فاس مع انه تيقول لك رئيس فيدراليه؟ يعني راه كاين لبس في الموضوع، راه كاين بزاف ديال المشاكل. وتنتمنى انه تجي، لان انا تنتظروا يعني في الجمعيه ضربات تنتظروا نسخه الحكم باش نعرف الدوافع اللي خلات السيد القاضي انه يرفض الدعوه، لان انا عندي فضول كثير علاش ترفضت الدعوه هذه. وتنوجه خطاب للسيده وزيره السياحه، السيده وزيره السياحه راه كاين بزاف الناس بغاو يشوفوك، بغاو يجلسوا معاك، بغاو يهضروا لك على مشاكلهم كوكلاء اصفار. احنا راه ما فيهاش تو فا بيان، لا ماشي كلشي على ما يرام، وغادي نجلسوا ونجي نقول لك لا انت لالا مرحبا بك، واحد السيده معروف عليك انك واحد السيده معقوله، واحد السيده انك تتحاولي انك تزيدي بهذا القطاع القدام، ولكن راه نزلي القاعدة ديال هاد وكالات الاصفر باش تعرفي مشاكلهم. راه ماشي شخص اصلا، هو حنا ما انتخبناه ما صوتنا عليه، تيجي يهضر بسميتنا. هاد السيدة واش جاب لك شي غوكات على لا؟ قالك بغينا شي حاجة لهاد وكالة الاصفر؟ إلا قالها لك الله اعلم، حنا راه ما تيجي بنا والو، تيجي عندك وتيرجع ما تيقول لنا والو. وراه سيدنا تكلم على الجهوية المتقدمة وتكلم على بزاف ديال الحوايج، وغنقول الله يبارك في عمر سيدي، لان هضر على قطاع السياحه في الكثير من المناسبات، راه كانوا المناظرات ليزاسيس دو توريزم في الجائحه، انه اولى اهتمام خاص مولوي لهذا القطاع وتكلم عليه وقال هو اول المتضررين واخر المتعافين. وراه سيدنا تيحث على تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطه، الاخذ
الاخذ بيد الشباب، ادماج النساء. علاش نتوما ما حاضرين معاكم لا نساء لا شباب؟ حنا راه ما بغيناش دائما، حنا دوك الناس الكبار ديالنا الله يعطيهم طول العمر صحيحه وسلامه، تنتمنوا انهم يبقاو معنا تاج فوق راسنا مرحبا بهم، لان هذا راه توجيه مولوي. الشباب والنساء، ادماج النساء والشباب، حنا تنفتخروا بهذا الاهتمام المولوي. اذا على الاقل حتى نتوما تبعوا هذا الطريق هذا، لان راه حنا تنكملوا بعضنا، لان هاد الناس الكبار حنا تنقول لك فوق راسنا وعينينا، ولكن حنا راعينا تنشوفوا نفس الاشخاص فين ما كان شي محفل تلقاوه، كان عشاء تلقاوه، كان غدا تلقاوه، كان فعاليه تلقاوه، كان سفر تلقاوه، كان لا وصافي رجع الله.